نعود إلى المرافق الكبيرة ونقدم معنا الشاعر القدير أستاذ عادل إدريس عضو اتحاد كتاب مصر. تفضل. السلام عليكم. وطبعا مش هقول انا سعيد النهارده، انا سعيد على طول بلاد الاستاذ محمد المصري اخويا وحبيبي، ولما قال لي على عنوان ندوتنا النهارده اعرف مدينتك، فانا قلت له طب ما انا اتكلم عن الحي اللي احنا كنا فيه، زي ما هو اتكلم عن شبرا وبيحب شبرا، انا برضه من الدرب الاحمر وممكن اتكلم عن الدرب الاحمر كلمتين كده اهو لو سمحتوا. هو حي الدرب الاحمر كتير مننا ما عرفوش. حي الدرب الاحمر يعتبر وسط القاهره واقدم الاحياء اللي فيها الاثار الفاطميه. وحي الدرب الاحمر بيبدا من جامع الرفاعي، واحنا نازلين كده اهو، هو جاي دايره نازلين من جامع الرفاعي لحد باب الخل، كل اللي على الشمال ده الدرب الاحمر، باب الخل مديريه الامن، على جامع البنات لحد الجمهوريه، جامع الازهر حديقه الازهر، ده الدرب الاحمر. وسط الدرب الاحمر شارع شهير قوي، شارع الدرب الاحمر. الشارع ده مشهور لحد النهارده بفواريس رمضان اللي بتصنع مصر، الفواريس النحاس القديمه اللي بتصنع وبتصدر لحد النهارده لدول العالم. كان فيها كمان شارع المغربيين، الشارع ده كان اشهر شارع بيتعمل فيه يتنظف فيه الحبوب الجنسون والحلفه والبراويه، بتتنظف وتتباع لمصر كلها. في كمان شارع الجلبكيه، ده الشارع ده كان بيصنع فيه سروج الخيل للامراء زمان، للجيوش وللشعب، سروج الخيل والامراء كانوا بيعملوا لهم زينه بالذهب والفضه للامراء وللشعب سروج عاديه. بيتعمل فيه كمان جنبه شارع الخيامية. الشارع ده لحد النهارده الشارع الوحيد اللي في مصر اللي بيعمل الخيم بتاعت السرادقات، سرادق العزاء وسرادق الافراح في المناطق الشعبيه، لحد النهارده هو الشارع ده اللي بيعمله. وكمان في كمان حاجه رمضان. ما هي حاجه رمضان شارع الجلبكيه، شارع الجلبكيه والخياميه. شارع الخياميه ده المسقوف، ده اللي بيتعمل في حاله رمضان، وجنبه الفواريس رمضان بتعمل. استاذ عادل ممكن سنه كده عشان ده عامل خيال على حضرتك. ايه هنا استاذ عادل؟ في الدرب الاحمر منطقه سوق سلاح. منطقه سوق سلاح دي كان بيتعمل فيها السلاح للجيش. كان هي تعتبر مصنع الانتاج الحربي للجيش ايام محمد علي. كويس؟ طبعا النهارده اتغير الشارع ده وما بقاش فيه اسلحه ولا بتاع. بس كان في الشارع ده مساجد وبوابات وحمامات بلدية لحد النهاردة، أشهرها حمام بشت. حمام بشت ده كان شغال لحد سنوات قريبة. الحمام ده كان معمول بطريقة بدائية بس جميلة. الحمام ده كان ملحق بيه لمؤاخذة خرابة فيها زبالة، والزبالة دي بيحرقوها ويسووا عليها الفول المدمس اللي كنا بناكل فول مدمس ده بتاع الازرق، كان بيتسوى فيها في الخرابه دي، وفيها مواسير ميه بتدخل على الحمام بتغذي الحمام بالميه، ولا بغاز ولا حاجه، هي بتغذي منها يسوى الفول ويغذي الحمام بالميه. الحمام ده كان لحد فتره قريبه كان شغال، بس طبعا بعد ما دخل الغاز وبتاع وبتوع الفول بطلوا يعملوا في المناهج ده، بطلوا يعملوه فوقف.
كان بيستعملوا في حاجه ثانيه كمان، البقايا بتاعت الرماد بتاعت اللي بيعملوا فيها الفول، كانوا بيعملوا منها حاجه اسمها الاسرمل. بيوتنا القديمه زمان اسرمل، بيوتنا القديمه زمان كانوا بيسقفوا بيها البيوت، بيمنع الحراره ويمنع البرد. كويس، لحد النهارده في بيوت في الدار الرحمه المبنيه، وانا كنت عايش في بيت السقف بتاعه بالاسرمل اللي هو بقايا زباله لمصر. تدويه الزباله يتحرق، يتعمل منها الفول، يتسخن منها الحمام، ها، والتحت الداخل الرماد بتاعها يتعمل زي اسمنت. كويس، في جنبه سبيل الرقيه، ده سبيل كان سبيل مشهور قوي. كويس، وكان فيه مدرسه تحفيظ القران والاحاديث النبويه والمذاهب الاربعه زي مسجد السلطان حسن كده اهو. كويس، عندنا كمان في الدار الاحمر كنيسه الروم الكاثوليك، جنبها جوامع وجنبها عايشين مسلمين وعادي جدا. كويس، اما الدار الاحمر بقى تسمى زي ما بيقولوا المقوله الشهيره انه تسمى الدار الاحمر لان محمد علي لما ذبح الذبابين في القلعه بيقولوا الدم نزل من القلعه نزل لحد شارع الدار الاحمر، فسمى الشارع ده شارع الدم الاحمر، وبعد كده مع مرور الوقت بقى اسمه الدار الاحمر. ممكن يكون كلمه الدرب على اسم الشارع يعني شارع نزل عليه لما نزل الدم بقى الدم. في المقوله الشهيره، في مقوله ثانيه، في مقوله ثانيه حوالي 50 مسجد، في مقوله ثانيه يا استاذ عادل وفي بس دي اشهر. يقول لك كان الارمن، الارمن كان المكان ده مكانهم وكلهم كانوا حمر. ممكن اه. فسمي على هذا الـ الـ هو في كذا مقوله بس هي الشهيره اللي هي مقوله الدم الاحمر دي بتاعت المماليك. عندنا مسجد الطلائع والجامع الازرق مساحته شاسعه جدا، وفي يعني حاجه حصلت معايا حكايه ظريفه. كنا شباب في الاعدادي واقفين في الشارع كده، فجاء واحد اجنبي خواجات فبيقول لنا ايه، بيسالنا وير ذا بلو لوز، هي عندك بلوز كده ما يعرفوش وير ذا بلو لوز، لا يعرفوش. فلقينا محتارين، احنا شباب لسه في الاعدادي محتارين، فراح مطلع الخريطه وقال ده ليه الجامع الازرق ده بنصلي فيه كل جمعه وجنبنا يبعد عن بيتنا بحوالي 50 متر. وراهولنا على الخريطه قالوا له اهو، يعني احنا عايشين في المنطقه واللي جاي من بره عارف المنطقه. مش هطول عليكم، الجامع في مقام السيده فاطمه النبويه بنت سيدنا علي اخت سيدنا الحسين موجوده فيه، كانت اخر مره التجديد فيه جددته جان السادات، وبعدين الجد الثاني قريب جددوه، الحكومه جددته وسعته بقى مقام كبير. الدار الاحمر اتخرج منه عظماء، اتخرج منه طلع منه الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، الشيخ عمر التلمساني، والاديب محمود سامي البارودي، والاديب محمود امين العالم، دول من الادباء. الممثلين طلع منه حسن يوسف وشادية ومحمود المليجي وزهير المرشدي وشكوكو وشفيق جلال وعبد الفاصل حموده والكاتب بديع خيري والشيخ امام اللي هو كان مع بيغني مع احمد فؤاد نجم، واحمد فؤاد نجم كمان بالدار الاحمر. من رجال الرياضه الكابتن ابو رجيله، ومن رجال الشرطه اللي هو النبي اسماعيل، وغيرهم وغيرهم غيرهم كتير. وعلى راسهم جميعا سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. عبد الفتاح السيسي الدرب الاحمر كله كده اهو، كتله مدوره كده. من الناحيه دي الخليفه وجامع السلطان حسن ده من الخليفه، مقابله جامع الرفاعي ده من الدرب الاحمر. كويس؟
تنزل على عبدين والموسكي وبعدين يلف ثاني باب الشعريه وبعدين يطلع على الجماليه ده قدامه كله الجماليه قدامه فهو هدلة كده هو والاحياء كلها حواليه هو هي مصر الفاطميه اللي جور الصقلي اللي بنى القاهره كويس بدا من الدرب الاحمر ومعمول له في مدرسه لحد دلوقتي باسم جور الصقلي انا كنت من طلابها في الاعدادي الدرب الاحمر تاريخ كبير وتاريخ فاطمي كبير واللي يعني احنا كنا عايشين فيه وما نعرفش الاسرار اللي فيه والكنوز اللي فيه يعني عايز لو هنتكلم عليه نتكلم عليه كتير قوي بس كفايه كده هو على شكرا جزيلا للاستاذ عادل بريد